خلينا بقى نروح بعد كده مع حضراتكم ونتكلم عن حدث اليوم ومباراه مصر والجابون في الجوله الثانيه من تصفيات كاس العالم واللي هتتلعب ان شاء الله النهارده. يعني بنتكلم ان الامنيات كلها بالتوفيق والدعوات لمنتخبنا بالفوز وعبور زي ما بتقال المحطه يعني الصعبه دي، خصوصا ان المجموعه كمان اللي بتضم مصر والجابون وليبيا وانجولا هيصعد منها مفروض فريق واحد زي ما احنا عارفين وللمرحله الاخيره، وهي هتكون المباراه يعني الفاصله اللي بالتاكيد هتكون برده مع احد زي ما بتقالوا الكرويه العظمى في افريقيا. يعني على سبيل المثال ممكن تلاقي مثلا قدامك الجزائر وممكن عندهم طبعا محرز وسلماني والناس الثقيله دي خلينا نقول، برضو عندك المغرب في برضو يوسف النصيري تقريبا احد هدافي الليجا الموسم كان اللي فات مع اشبيليا لو احنا تابعنا، عندك السنغال بكل كمان نجومها ماني وغيره، تونس، كاميرون، يعني الموضوع لسه مطول معانا شويه، عشان كده احنا محتاجين ان احنا نحسم بقى مساله الصعود قبل ما ندخل كمان في يعني حسابات اخرى. فبالتوفيق ان شاء الله المنتخب. يعني طبعا محمد صلاح زي ما احنا عارفين كمان راح وده خبر هيكون معانا، فان شاء الله خير. يعني عارفه الاسماء الثقيله المهمه سواء اسماء يعني الفرق او المنتخبات او اسماء اللعيبه او لو احنا فايقين وصحيين وفي حالتنا التقليديه مش هنخاف قوي مش هنقلق قوي، لكن اللي حصل للاسف الشديد انه بدايه يعني من المباراه الماضيه مباراه منتخبنا في الجوله الاولى امام انجولا وبرغم الفوز اللي اتحقق بهدف مجدي قفشه من ضربه جزاء، لكن الحقيقه كان في اجماع من الكل حتى من الجهاز الفني نفسه عن تراجع الاداء بشكل كبير جدا، يعني ما كانش ده الاداء ولا الشكل اللي احنا مستنيينه ولا بنأمل فيه ولا اللي هيطمنا عشان حتى لو فوزنا وتصعدنا ان الناس دي هتولع الدنيا، لا مش هيحصل يعني الكلام ده ما شكلوش كده. كانت المباراه يعني الى حد كبير غير مرضيه، كان ممكن جدا هذه المباراه تخرج بالتعادل او حتى لا سمح الله بخساره منتخبنا، عشان كده الكل بيحذر من مباراه النهارده من ماتش الجابون، عارفين طبعا ان حاله الاجهاد هيكون ليها اكيد تاثير على الفريق وطبعا ده بسبب الموسم الطويل الشاق جدا على كل اللعيبه، ولكن خلونا برضو نبص دي الغاية السامية الهدف النبيل فكرة التصعيد وفكرة التأهل للمونديال. شوفوا يعني أهمية نجاح أي يعني الرياضة عموما في أي دولة من الدول من ضمن مع يعني معايير القياس بتاعتها فكرة نجاح الدولة دي في تأهل منتخبها لكأس العالم من عدمه، فاحنا بنتكلم على غاية في منتهى النبل وحدث جلل كرويا ما ينفعش نتهاون فيه، ما ينفعش نقعد نتفرج كده كل مره نطلع متعكنين مع نهايه المباراه ونقول بقى الذمه ده هينفع بعد كده بقى دول حين. يعني في كلام كتير في هذا الاطار واكيد هنتكلم فيه كمان النهارده مع كابتن حكيم. بص انا احنا يعني هتفق معاك بصراحه، والواحد برضه لازم يبقى واقعي شويه، يعني احنا لازم نعترف ان احنا لما بيبقى ادائنا وحش عندنا مشاكل عندنا اخفاقات، لكن هنطلع نقول الحمد لله وعملنا اللي علينا، مش هنسمع عملنا اللي علينا، يعني احنا مش عايزين اي نتيجه سلبيه خلاص تؤثر بعد كده على مشوارنا في التصفيات. يعني احنا شفنا المنتخبات المنافسه في باقي المجموعات عملت ايه، الجزائر كسبت جيبوتي رح نتكلم بقى مع حضراتكم بالارقام 8-0، المغرب كسبت السودان 2-0، تونس كسبت غينيا الاستوائيه كانت 3-0 تقريبا، يعني كل منتخب عبر عن نفسه من بدري جدا وقال احنا جايين اهو، احنا جايين عشان خلاص تذكره زي ما بتقال التاهل وبس، فما فيش اي مجال لده ومش ده اللي احنا متوقعينه من منتخبنا. يعني احنا عايزين نفرح بالمنتخب، يعني احنا بقالنا فتره احنا عايزين نفرح بالمنتخب، ف هيبان الايام اللي جايه اتمنى ده يحصل. التوفيق اكيد ده اللي بنتمناه يعني طبعا، لا ده كده كده مفروغ منه كل دعواتنا اكيد لكل اللاعبين ابتداء من محمد الشناوي لغايه راس الحربه محمد شريف وطبعا كل العناصر الموجوده الونش فتوح السوليه قفشه طارق ايمن اشرف كل الناس وطبعا اكيد محمد صلاح اللي هيشارك في مباراه النهارده بعد ما كان غايب عن المباراه الاولى، ونتمنى ان يعني يعكس تواجد محمد صلاح بشكل ايجابي ملموس وملحوظ على ارضيه الملعب وعلى النتيجه النهائيه للمباراه. وان كنتوا يعني الحقيقه يعني برضو عشان الواحد يقول اللي في قلبه، عارفه من اول لما اتقال الفتره اللي فاتت ان محمد صلاح مش هيشارك في المباراه الاولى ابتدت ناس كتير تحط ايديها على قلبها، انا واحد من الناس كان يعني واحد من الناس كان نفسي جدا جدا ان يبقى عندنا قدره بوجود محمد صلاح من غير وجود محمد صلاح ان احنا نعمل اللي علينا ونعمل شغل محترم يتناسب مع ثقل منتخب مصر، فاهم ازاي؟ ما يبقاش الاعتماد كله على لعيب، اكيد لو جه كمان هيبقى في فارق طبعا واضافه كبيره ومحترمه، ولكن انا معاك احنا عندنا بالفعل كوادر محترمه جدا، تكلم على المنتخب انت واخد افضل مفروض يعني الكوادر الموجوده اللي عندك، فايه المشكله؟ فين الازمه؟ يعني ده اللي احنا عايزين نفهمه، ويمكن النهارده بقى الموضوع هيبقى
زي ما بتقال الصورة أوضح فيه لما هنشوف اللعب، طرق اللعب، الكورة عاملة ازاي في الملعب. هو ده اللي احنا بننتظره ان شاء الله، يكون يعني مبهر، يكون افضل من المباراة اللي فاتت يعني على كل حال. يعني نتمنى بكرة ان شاء الله تستهلي الحلقة بجملتك المشهورة صباح النصر، بدل ما نستهلها احنا الاتنين بان احنا عمالين نبرر ونقول اعذار. يعني انا بتفق معاك ان شاء الله خير. جدا.